هنا بدأت الرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من الحدود المشتركة بين إيران وأذربيجان بعد افتتاح سدقيس قلعة سيو والذي يبعد 220 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تبريز. نصحبكم في هذه الرحلة لمعرفة ما الذي حدث، وتحديداً في 19 من مايو الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. الموكب الرئاسي مكون من ثلاث مروحيات، واحدة منها على متنها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة مسؤولين آخرين. المروحيات شقت طريقها في السماء عائدة إلى تبريز، وهي تحلق على ارتفاع 8000 قدم. طائرة الرئيس من طراز بيل 212 أمريكية الصنع دخلت إلى الخدمة في عام 1968، تعمل بمحركين نفاثين طولها 17 متراً ويمكنها نقل حمولة تزن طنين. أجواء الرحلة لم تكن سيئة بشكل كبير، وبعد 30 دقيقة من التحليق اعترضت سحابة كبيرة مسار الموكب الرئاسي، وجعلت رئيس طاقم الطيران والذي يقود طائرة الرئيس يأمر بأن ترتفع المروحيات الثلاث لتمر فوق السحابة. وبعد تنفيذ هذا الأمر فقدت المروحيتان أثر طائرة الرئيس. فجأة ازداد الطقس سوءاً، وازدادت معه التكهنات والصعوبات، وهنا تحديداً بدأ الحديث عن وجود حادث أصاب المروحية. لكن ما طبيعة الحادث؟ وما مصير الرئيس؟ وانشغل الإيرانيون بالبحث عن طائرة الرئيس أكثر من 10 ساعات من البحث المتواصل من قبل عشرات الفرق الخاصة، منها فريق للحرس الثوري الإيراني. ومع انشغال الجميع بعمليات البحث سارعت إسرائيل إلى النفي رسمياً أي علاقة لها بالحادث، بعد أن نشر حساب إسرائيلي على منصة إكس عبارة تقول لقد رحل. وتنقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينها معلومات عن وفاة الرئيس الإيراني قبل حتى العثور على طائرتها المفقودة. وهنا عمليات البحث مستمرة، واستعانت إيران بتركيا والتي أرسلت الطائرة المسيرة أكينجي. هذه الطائرة حلقت في الأجواء لأكثر من 4 ساعات وتتبعت مسار الرحلة، وأخيراً كشفت عن مكان المروحية بعد أن كشفت عن مصدر الحرارة، وتبين فيما بعد أنها لحطام الطائرة. ومع مرور الوقت وصل المسعفون في مكان الحادث، وأعلنت طهران رسمياً وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في 20 مايو. رئيس الأركان الإيراني أمر بفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أبعادها وأسبابها، وحتى الإعلان عن هذه النتائج يبقى الجميع أسير التكهنات والفرضيات. فهل ستكون هذه النتائج مقنعة للجميع؟